أهلا وسهلا فيكم جميعا في ورشة العمل تطوير التحليل النووي باستخدام الذكاء الاصطناعي. ورشتنا لهذا اليوم ستكون باللغة العربية الفصحى قدر الإمكان، وفي بعض الأحيان في بالعامية الفلسطينية. أعتقد الجميع قادر على استيعاب اللهجة الفلسطينية. اسمي خالد الأستاذ، كما أشارت سناء، وحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وأدبها من جامعة اسطنبول آدم في تركيا. والسنة الماضية حصلت على شهادة تدريس اللغة الإنجليزية من جامعة كامبريدج البريطانية. أعمل كمتدرب مع ماكس كوايدي منذ عام 2022، ولكن تدربت أو عملت على ماكس كوايدي منذ عام 2018 عندما بدأت بدراسة دراسة الماجستير في تركيا. اليوم سنتحدث عن كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامج ماكس كويدي. أهدافنا لهذا اليوم هي فهم الوظائف الأساسية التي ستمكنكم من استكشاف وكيفية دمج هذه الأدوات في بحثكم العلمي النوعي. بالطبع إن كان لديكم أي أسئلة خلال الورشة، يرجى وضعها في خانة الـ Questions and Answers. هذه بعض وظائف ومهام مساعد الذكاء الاصطناعي في ماكس كويدين. سنتحدث عنهم بالتفصيل الممل في خلال ثواني معدودة، ولكن إن طبعا بالنسبة للجمهور الكريم، لكم حرية الاختيار سواء الاستماع والإنصات بينما أنا أتحدث وأريكم كيف يمكنكم استخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن في بعض الأحيان البعض يرجح تطبيق قاعدة show and tell at the same time. راح أشرح، وممكن أنتم تتبعوا الشرح معي عن طريق أنكم تطبقوا عشان أشوف أعمل. مساعد الذكاء الاصطناعي في ماكس كويدي يدمج شات جي بي تي 3.5، ولكن ليس بالمستوى العام أو بالمحتوى العام. بيركز على شيء أكاديمي أو وشيء تعليمي. يعني هذا إنه النموذج المحدد الذي يتم استخدامه بإبداع محدود وأقل هلوسة. وأعتقد أن جميعنا جربنا تشات جي بي تي وبرامج أخرى مشابهة لتشات جي بي تي، وأدركنا مدى صحة أو عدم صحة المعلومات المتوفرة في مساعد الذكاء الاصطناعي. ولكن في ماكس كويدي يوجد نموذج محدد، إبداع محدود، أقل هلوسة، وذلك بناء على البرومت أو على كتابة الموجه الذي يقوم الباحث أو المعلم أو ما إلى ذلك من إدخاله على البيانات أو على المكان المحدد في ماكس كويدي. ما الجديد في ماكس كويدي؟ النسخة المجانية ممكن تستعملوا الذكاء الاصطناعي لمدة حوالي 10 صفحات في اليوم بشكل مجاني، ولكن النسخة المميزة اللي هي بريميوم ممكن تستعملها بشكل غير محدود طول اليوم على قد ما تقدر، شوف كيف ما بدكم. كيف ممكن تحصلوا عليها؟ لما تحصلوا على شراء ترخيص جديد لماكس كويدي، بتحصلوا عليها على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني، أو إذا كان شركة كبيرة وعندكم يعني مؤسسة كبيرة، فمدير الاشتراكات أو مانجر من خلال الموقع الإلكتروني، أو في صفحة ترقية مساعد الذكاء الاصطناعي. المستخدمين العاديين لما بتكون بتنزلوا المحتوى، يعني بتنزلوا التطبيق، بتقدروا تستخدموه، يتم استخدامه تلقائيا، ما في حاجة انكم تدخلوا رقم معين او ما الى ذلك، يكون الاشي جاهز في البرنامج. سريعا قبل ما ابدا الشيء العملي، الوظائف الاساسية تلخيص المحتوى بكافة انواعه واشكاله. هذا يعتبر مقابلات سواء مكتوبة او غير مكتوبة،
ولكن حتى هي المقابلات المكتوبة أكثر شيء يتم تلخيصها. مجموعات التركيز هي الفوكس جروبس، الأدبيات يعني literature review، أو أي مستند نص ممكن يخطر على بالكم. بيساعد في جمع الأفكار، جمع الأفكار من طريق الأكواد، الترميز، الفئات، ضمهم في فئات معينة أو في مواضيع معينة، البحث عن كلمات رئيسية وما إلى ذلك. خلينا نبدأ بشكل عملي. أنا هان عندي 3 مقابلات، مقابلة معي ومقابلة مع سليم ومقابلة مع تان. المقابلات هنا بتتحدث عن واقع الأشخاص، المقابلة بتحكي عن الرضا الوظيفي والاستقلالية في العمل، عن الحياة اليومية، كيف الأشخاص هذه بتفرق ما بين الروتين اليومي العادي أو حياتهم الاجتماعية. ففي عندنا هذول الـ3 أمثلة، من خلالهم راح نشتغل مع بعض، نشوف كيف أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تساعدنا في تحليل هذا النص. راح أبدأ بشيء بديهي جدا، ولكن قبل ما أبدأ فيه حابب أنوه لكم إنكم أول شيء بنعمله لما ندخل على ماكسيك وايدي، تأكد إنه في أقصى الشاشة من اليمين إنك عملت تسجيل دخول. تسجيل الدخول معروف، أول ما تعمل لما بتنزل ماكسيك وايدي لازم يكون عندك حساب، من خلال الحساب هذا ممكن تدخل على your account، الحساب تبعك. بعد ما تدخل على الحساب وتعمل لوج ان، تسجيل دخول، تقدر تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. هلا انا عندي تسجيل دخول وجاهز، تمام. في اقصى الشاشه هان راح يشوف chat with documents AI coding and summarize documents. الاولى دردشه مع المستند اللي انا عارضه. AI coding هذه احدث خاصيه او ميزه ظهرت في ماكسيك وايد اي، وظهرت حتى قبل اسبوع، وهي مفيده جدا جدا، راح ارحب الى نوع ما بالتفصيل. وهذه اللي هي تلخيص المستند بشكل كامل. خلينا نشوف تلخيص المستند بالضبط. يعني اول شيء بنيجي على المقابله او على المستند اللي احنا حابين نعمل تلخيص له، ممكن منها نتيجه بالضغط على اليمين AI Assist، روح على والخيار الثالث Summarize Document. هنا تيجي قائمة اللغات. حابب أنوه لشغلة مهمة. هلا لما بدك تعمل تلخيص لملف أو لمستند، ممكن المستند يكون بأي لغة في العالم، وأنت بدك اللغة التلخيص يكون باللغة العربية، ما في أي مشكلة. بغض النظر عن اللغة الأم للمستند واللغة اللي أنت حابب يكون التلخيص لها، ما في مشكله. يعني ممكن يكونوا الاثنين مختلفات عن بعض، ما في اي مشكله، ممكن تستعملها. احنا غرضنا اليوم اللغه العربيه، راح نكمل باللغه العربيه. عاده اللغه العربيه موجوده في اسفل القائمه. هنا ممكن تختار طبيعه التلخيص، حاول يكون قصير جدا، متوسط او طويل. هنا نروح في ميديوم اللي هو متوسط، ممكن تحطه كفقره، وإذا بدك تحطه في bullet points اللي هي نقاط محددة. حنختار مرة هذه medium. خلال ثواني بيعطيني تلخيص كامل للملف كله أو المستند اللي أنا بشتغل عليه. والآن زي ما أنتم شايفين على الشاشة، في عندي هذا التلخيص جاهز. في هذه المقابلة تحدث سليم عن روتينه اليومي والتوازن بين حياته المهنية والشخصية. بغض النظر عن اللغة العربية اللي تستعملوها في طلب التلخيص، ممكن تكتب بلهجتك، بلهجة الدولة اللي أنت عايش فيها، وبيعطيك الإجابة بالعربية، اللغة العربية الفصحى بشكل كامل، بدرجة إنه يعني نسبة الخطأ فيه معدومة، تكاد معدومة جدا. ولكن هذا لا يعني إنه لازم إحنا نسلم بإنه خلص AI هو راح حكى هيك بنمشي فيه. AI هو مساعد ذكاء اصطناعي، ليس إنسان، والكل يخطئ. فعلشان هيك
لازم يكون في مراجعة للكلام اللي أنت حاولت يعني تعمل له تلخيص وما إلى ذلك. هلا شفنا هذا التلخيص، في شو ممكن نستعمله؟ ممكن أو سوري ممكن التلخيص هذا أنت حاسته يكون طويل، بدك يكون أقصر. مش لازم تعمل الخطوات من أول وجديد، نفس الشيء من نفس المكان، ها نفس سمرايز دوكيمنت، تلخيص المستند نفس الشيء بتعمله أقصر، أو بدي كمان من ان بولت بوينتس، النقاط محددة وبيعطيني إياه، وما بيحذفش التلخيص القديم، بيخليه زي ما هو بتاريخه وبالساعة المحددة بالنسبة له، وفي نفس الوقت بيعطيني شيء أكثر تفصيلا، تفصيل بالتفصيل الممل ولكن بطريقة أسهل وسلسة. هذه أحد الخاصيات الأولى في ماكس كويتي. نعم، هلا بدي نحكي عن طبعا حتى الآن أنا ما عندي أي أكواد، ما عندي أي ترميز في المستند، وهي طبعا هذه من بدايات الصعبة، إنه هلا خلاص أنا عندي المواد الأكاديمية اللي بدي أدرسها أو بدي أحللها، ولكن طب من وين بدنا نبدأ؟ مثلا على سبيل المثال يفضل عند تطبيق الترميز في ماكس كوادن تستعمل مواد يعني طويلة إلى حد ما، ما تكون قصيرة، هذا بيساعد بيكون يعني أكثر فعالية. على سبيل المثال احنا راح نشوف الفقرة هذه، نشوف ممكن تعطينا أكواد ترميز مجهزة بالنسبة لنا. عشان نعمل هيك بتحدد الفقرة اللي أنت حابب تشتغل عليها، ممكن طبعا تعمل كل المستند، ولكن في بعض الأحيان في word limit، يعني ما بتقدر تعمل أكثر من 5000 كاركتر أو 5000 كلمة، في محدودية لحتى اللحظة في هذا الجانب. هلا ممكن نجرب نعمل بتحدد النص أو بتحدد الفقرة، هنا طبعا بيحكي عن روتينه اليومي، كيف يوم عمله المعتاد للأستاذ سليم. نيجي نحدد الفقرة، نيجي على القائمة هان، طبعا هنا حيكون عندنا في أشياء كتير طلعت جديدة، حنحكي عنهم كلهم بالتفصيل، ولكن أنا بدي أروح على القسم الثالث، suggest new calls for selected text، اللي هو اقترح أكواد ترميز للنص المحدد. بالضغط هنا يجي بأي لغة بدك الأكواد، طبعا بدنا باللغة العربية، نضغط أوكي، وخلال ثواني بيعطيني ثلاث مجموعات من الأمثلة، وأنا بختار منهم. طبعا أنا بختار منهم بناء على خبرتي وعلى قراءتي للمستندات اللي أنا قرأتها. يفضل أنك تقرأ المستندات أو المقابلات أو النصوص اللي أنت بتضيفها لمكسيك ودي على الأقل مرتين إلى 3 مرات. هاي الأكواد في ثيماتيك كودز اللي هي التحليل الموضوعي، وأعتقد في منكم كثير على دراية جدا بثيماتيك أناليسيس. ثيماتيك كودز اللي هو هنا يعني أشياء إضافية، وهنا انتربتيف كودز. فأنت بتختار، ممكن تختار يعني بناء على قراءتك للمستند، ممكن تختار أي عدد من الأكواد أو الترميز في الملف. هلا اللي بيحكي عنه بيحكي عن روتين الصباح فعليا، وبيحكي عن التوازن بين العمل والحياة. طبعا هنا بيعطينا يعني اختصار لشو عن شو بيحكي الكود، وهذا شيء بنحتاجه ومهم جدا كثير، راح اشرح بعد شوية ليش هذا الاكسبلانيشن او هذا الشرح مفيد بالنسبة لنا. وفي نفس الوقت بيحكي عن الانضباط الذاتي، كيف انه لما الانسان بيتبع روتين معين وبشارك في حياته بيكون عنده انضباط في حياته. فانا راح استعمل هذول الثلاثه، تمام؟ فانا هيك بنعمل اوكي. اول ما بنعمل هيك في جهه الكودز هنا بيعطيني انه خلص تم تطبيق الكود. طبعا انا هذا بشكل عام اعطاني كل الفقره، انا بدي شيء يكون يعني أصغر شوي أو بشكل محدد أكثر. في هذا الشيء بنروح على chat with document، ولكن أنا لسه هنا بدي أضل في المكان اللي أنا فيه، لسه حابب حسب
حابب استفسر اكثر عن الشيء. فحنروح مثلا نحدده كله كل النص ونحكي مثلا suggest new codes، ما راح يقبل لانه اكثر من 5000 كلمه او 5000 كاركتر، فلازم يكون شيء اقصر او شيء اقل. طبعا لو رحنا على الانضباط الذاتي مثلا او التوازن بين العمل والحياه هنا في القسم هذا، ويجينا على AI assist مره ثانيه، راح نشوف suggest subcodes اللي هو يعني اقترح اكواد فرعيه. طبعا الاكواد الفرعيه راح يضيفها بناء على اولا اسم الكود الرئيسي، وثانيا بناء على الكلام الموجود او الترميز الخاص اللي انت اضفته للكود. فانك تختار اسم معين او رمز ترميز معين ذات مغزى ومعنى بيفيد كتير في عملية التحليل، وبيخفف عليك وطأة انك ترجع تشتغل على كل شيء من اول وجديد. هلا بدنا اياه بولت ليست، ممكن ليش لا؟ فاكيد بنختار باللغة العربية وبنعمل اوكي. هلا حيعطيني هو سب كودز او اكواد فرعيه بناء على الكود الرسمي اللي هو التوازن بين العمل والحياه في هذا النص. طبعا هو بيعطيهم بشكل يعني جماعي، ما بيعطيكش اياهم يعني اي فقره بالضبط تحديدا، بيعطيك بشكل كالتالي: بيحكي عن الإدارة اليومية للمسؤوليات المنزلية والعائلية. هاد طبعا هذا الكود الأساسي، وهذه أمثلة على التوازن بين العمل والحياة. فبيكون عندنا الكود الرئيسي التوازن بين العمل والحياة، سب كودز اللي هو الكود الفرعي أو كمان بنطلق عليه باللغة الإنجليزية سان كود، like هو الكود الابن، الأب والابن. فالشيء الفرعي بيكون الإدارة اليومية للمسؤوليات المنزلية، وبيعطيني أمثلة: تنظيم الأنشطة الصباحية للأسرة، تقسيم المهام بين الزوجين، تسقط الأنشطة المنزلية والهدفية والمهنية وهكذا. ولكن هذا شيء بيكون بشكل إلى حد ما بيكون بشكل عام. ممكن نعمله child code، very good. ممكن يكون بشكل يعني أدق، ممكن ياخذني على الفقرة المحددة او الشيء على السطر المعين في هذا المجال. ولكن انا بعتقد السب كودز هنا ذات مغزى ومعنى كبير، يعني بحيث انه مثلا على سبيل المثال انت قرأت المحتوى تبعك بشكل كامل وحابب يعني تتأكد من محتوى القراءة او من المحتوى اللي انت اشتغلت عليه، فممكن هذه suggest subcodes يساعدك بشكل معين انك تعطي امثله بشكل عام اكثر من هي بشكل خاص. ولكن انا هلا بدي فعليا بدي شيء يكون اقرب، يعني شيء ممكن ان احكي معه مش كانسان، بشكل ما انه افهم المحتوى بشكل ادق. ففي الوضع الطبيعي ممكن انه أول شيء نروح عليه، طبعا تختار المقابل اللي أنت أو المستند اللي أنت حابب تشتغل عليه. نيجي على القائمة هون، اللي هي القائمة أول ما بتضغطوا عليها وراح يفتح أكيد ثلاث خانات: chat with document, AI coding, summarize document. chat with document، أو بتروح على المقابلة أو على المستند بالضغط على الجهة اليمين، نضغط بالجهة اليمين على المستند، راح تظهر لنا قائمة. ما أعرف ليش ما تشوفوها. في خانة اسمها chat with document، فبتطلع لنا هذه المقابلة مع سليم. طبعا هنا ممكن انت تحكي باللغة العربية الفصحى، ممكن تحكي باللغة العامية، ما راح تختلف الإجابة، ولكن الإجابة راح تكون باللغة العربية الفصحى، وهذا شيء يعني جميل جدا ما أنا بعتبره، لأنه أعتقد مش كلنا بنتحدث اللغة العربية باللغة الفصحى، وأنا أولكم.
فعلى سبيل المثال، مقابلة مع سليم، بدنا نشوف مثلا سليم عن ممكن أي سؤال، ممكن أنا راح أستعمل اللغة العربية العامية الفلسطينية. لو السؤال ما كان واضح، أو يعني الكتابة اللي راح نكتبها ما راح تكون واضحة، لو سمحتوا ممكن تكتبوا لنا في الشات إنه الشيء مش واضح، فأنا ممكن أكتب السؤال بطريقة باللغة العربية. المعلومات موجودة في المقابلة مع سليم فيما يتعلق، طبعا أنا كتب فصحى مع عامي، هل يتعلق بطبيعة الحياة، طبيعة العلاقات بين العائلة والأصدقاء. تمام، هلا هذا هو خلال ثواني، خلال يعني أقل من دقيقة، سوف يظهر بعض المعلومات الموجودة في بناء على الموجود في الملف. وكالتالي طبعا كما نرى يعني الجواب جاي من الشمال لليمين، وهذا يعني أمر حاليا بيعملوا على تصحيحه في البرنامج على أساس يكون من اليمين لليسار، ولكن يتطلب وقت كثير. كما نرى هنا في نهاية كل جملة يوجد رقم، بالضغط على الرقم بيأخذني للفقرة الموجودة هناك. طبعا الفقرة هذه بتتحدث عن تستخلص معلومات فيما يتعلق بطبيعة العائلة والأصدقاء. ممكن أنا في المكان أو بالفقرة المحددة هذه أطلب من إنه يكون سجست، يعني يعطيني أكواد ترميز معين يتعلق بالأكواد هذه، فبتعمل أوكي. بدنا نشوف يعني ترميز معين ممكن نضعه في للفقرة هذه. في الأولويات العائلية، اللي هو فعليا تحديد الأولويات بين العائلة والأصدقاء، برضو بيحكي في نفس الوقت إنه لا يملك وقت كافي لقضاء وقته مع أصدقائه. صراع بين الذات والآخرين، لأنه بيفضل عائلته على أصدقائه، ولكن هو حابب إنه يقضي وقت مع أصدقائه، فهون يكون هذا الصراع بين الذات والآخرين. بيتم تحديد الفقرة وبيتم إضافتها ككود، ولكن أنا بدي أرجع على نفس الشيء اللي أنا كنت أشتغل عليه في الأول، اللي هو share with this document. طبعا ممكن انه هلا فتحناها هذه الخانه، ولكن انا بدي ارجع للمقابله، يعني للشات اللي انا عملتها قبل فتره. فمن خلال هنا بكون مكتوب شات هيستوري، بتضغط عليه بنشوف المقابله. طبعا انا كنت مكتوب مع المقابله قبل فتره، قبل يومين ثلاثه، وعندي محادثه كثير ممكن ارجع لها، ما في اي مشكله، ما بتروح يعني الا انت تحتفل بالشيء. فبنرجع مقابلة مع سليم. أنا هلأ بحكي مع سليم، بدنا نشوف شيء أشياء ثانية. أوه أوكي. لو المقابلة اللي أنت اشتغلت عليها اشتغلت عليها بشكل يعني لوقت محدد، وبعدين يعني أغلقت نافذة المحادثة، بيتم تحويلها للأرشيف، ولا يمكن يمكن يعني الكتابة من جديد، ولكن يمكنك الاطلاع على المعلومات، ولكن لا يمكنك الاستمرار في المحادثة. فأعتقد مش مشكلة، احنا بنكمل. فهذا مع سليم. خلينا نشوف شيء، ما هو رضا نسبة
رضا سليم عن على ما وراء سليم فيما يتعلق برعاية الأطفال. طبعا احنا يعني احنا بنعمل مع المعلومات اللي احنا بنقرأها، وهذا يسهل الشيء إلى حد ما إنك تتعرف بشكل أعمق على المحتوى. طبعا هذا بيعطينا هو أمثلة، وبيعطينا من أكثر من مكان، يعني بيطلع المقابلة أو على المستند من أوله لآخره. فهنا عندنا يعني في الفقرة الثالثة عندنا شيء، في الفقرة 13 عندنا شيء، في الفقرة 15 عندنا شيء، فبيكون بيطلع عليها من أولها لآخرها، فبيعطينا يعني نظرة عميقة إلى حد ما فيما يتعلق بالمستند أو يعني المستند والمحتوى، المحتوى المستند. مش راح أشرح كثير هنا، ولكن حابب يعني أعطي شيء نهائي بالنسبة للموضوع هذا، لأنه عندنا أشياء كثيرة لسه. هلا طبعا في منكم كثير أعتقد بيشتغلوا بالكونتنت أناليسيز أو ثيماتيك أناليسيز، سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية أو أي لغة ثانية. طبعا لو بدك تعمل الشيء هذا عن طريق الاي اسيست هذا يعني في المحادثة نفسها، فأنت ممكن تعمل الشيء هذا، ولكن أنا كباحث ما برجح للشيء هذا، ولكن هذا الشيء بيرجع لك. فأعطيكم يعني نموذج سريع بشكل عام، وبعدها راح ننتقل للنقطة الثانية. استند بناء على واحد التعليم، اثنين العلاقات مع الأصدقاء، رعاية الأطفال، لأنه هو في نفس الوقت بيحكي عن رعاية الأطفال وكيف إنه تأثير يومه، روتينه اليومي على رعاية الأطفال. وآخر شيء وقت الفراغ. خلال طبعا فعليا هو هيك اعطاني تحليل الى حد ما موضوعي ثيماتيك اناليسيس للمستند، فكان اللي هو اللي عندي انا الترميز الكود الاساسي اللي هو التعليم، لان اعطيته فعليا انا اعطيته اياهم. هلا بيعطيني هو امثله من واقع النص. فلما تروح على النص مثلا على العلاقات مع الأصدقاء، يشير سليم أن وقته مع الأصدقاء قد قل بشكل كبير منذ إنجاب الأطفال، وهذا الشيء موجود في فقرة 15. فبيعطينا الشيء هذا. أنا هلأ ممكن أنا أروح أنا وأعمل إنه هذا كود جديد، عشان أنا أعمل كود أو ترميز على الفقرة هذه بشكل بسيط. بروح على القسم هنا وبحكي إنه بدي أنا أكتب هنا العلاقات مع الأصدقاء. حدد اللون اللي أنت حابينه. وهلأ بدنا نحكي عن شيء مهم كثير، لأنه هذا الشيء راح يساعدني في الخطوة التالية. هلأ في شيء اسمه كود ميمو، اللي هو ممكن الستيكر نوتس اللي بنكتب عليهم الملاحظات اللي لهم الوان كثير، هم نفس الشيء اسمها ميمو. هلا بدي اكتب ما هي يعني هذا شو تعريف العلاقات مع الاصدقاء، هذا الكود عن شو بيحكي، او هذا الترميز عن شو بيحكي. وهذا بيفيدني كثير في الخطوه اللي راح تكون هذه. فراح اكتب بشكل يعني بشكل مبسط كثير. طبعا كل ما كنت دقيق
في الرسالة أو محتوى المحتوى للشيء هذا، كل ما كان المعلومات أو الترميز لمعلوماتك راح يكون بشكل يعني أكثر دقة. فالعلاقات مع الأصدقاء هو فعلياً يشير هذا الكود، العلاقات التي يقوم بها الكاتب أو الشخص في المقابلة التي طبعا أنا لو كتبت أشياء ما لها علاقة بالكود نفسه، طبعا النتائج راح تكون عكسية، ولكن طالما أنت قرأت المحتوى وقرأت المستند فراح يكون من السهل جدا أنك تكون على دراية بشو أنت يعني كتبت، فما بيكون في نتائج عكسية كثيرة أو على الأقل تأثير على حياته اليومية. نعم أوكي تمام. هلا أنا ما بدي هذا، احنا اتفقنا اي او اس شات، عرفنا شو كيف ممكن خصائصها، كيف بنحكي مع شات جي بي تي والأشياء التانية، كيف بنحكي مع أصدقائنا نفس الشيء، لو حكيت باللغة العامية أو بأياتها لهجة أو أياتها لكنة راح يعطيك الإجابة باللغة العربية الفصحى، وأكيد بتقدر تعمل نسخ للإجابة من هنا وتبعتها لأي مكان. هلا بدي أجي على أكثر خاصية جديدة إجت على ماكسيك وايدين. هلا عملنا هذا العلاقات مع الأصدقاء، هلا راح أجي هنا في الكود سيستم في AI Assist AI Coding، وهي موجودة على بقسم بيتا اللي هي لسه في قيد التجربة، إنه زي ما حكينا قبل أسبوع تم إضافتها للبرنامج. هلا بنضغط على AI Code Beta راح تظهر لي الخانة هذه، راح أعملها بدون لأنه هيك أفضل. لما نضغط على الـ AI Coding Beta، طبعا من البراوزنج سيستم ممكن تختاروها او من المقابله مع سليم من نفس الشيء، بتدعس بالزر اليمين على الماوس بتطلع القائمه. طبعا ما بتقدر تعمل AI كودينج بدون ما تكون انت عملت ترميز معين او كود معين لشيء انت بتشتغل عليه، فهون لازم يعني drag and drop code here، بدك تاخذ الكود اللي انت حابب تعمل اي اي كودينج بالنسبه عنه وتضيفه في القائمه هذه، راح تطلع الكود ميمو اللي هو فعليا احنا كتبناه قبل فتره. طبعا ممكن انت هذا تعمله بطريقه ثانيه، ولكن راح نعمله بالطريقه الحاليه وحنرجع على لشيء معين. هلا انا بالنسبه الي كباحث انا قرات النص ومتاكد تماما انه النص بيحكي عن الشيء هذا، عن العلاقات مع الاصدقاء. فبندعس نحكي اوكي. هو بيقرأ النص كلمة كلمة حرف. لا شيء واحد فقط اللي هو فعليا شيء احنا حددناه. طبعا هذا بيكون ممكن يكون في مشكلة او خطأ معين في الميمو او في الرسالة القصيرة اللي احنا كتبناها، ولكن ممكن ما يكون، ممكن فقط هو بيحكي عن العلاقات مع الاصدقاء في الفقرة هذه. طبعا اول ما بنعمل هذا الشيء بيكون هو راح يحدد الشيء
بلون بيشبه الاي اي كودينج، اللي هو الغامق مع شويه فاتح. ومع الخانه هذه ما راح يدمج الاي اي كودينج مع الكود السابق، لانه ممكن يكون في خطأ، ممكن يكون في شيء ناقص في الكلام. فبروح بيدرجوا ك ما بشار حكى تشايلد كود، اللي هو شيء فرق. واحنا ممكن ندمجه مع بعض اساسا، انه خلاص بتاخذه هيك وبتدمجه مع الكود الرئيسي، ولكن احنا بدنا نشوفه، بدنا نتاكد اذا كان الشيء هذا صحيح او مش صحيح. طبعا الاي اي، او يعني اول ما بالمساعد الذكاء الاصطناعي، اول ما يعني بيحدد او بيوجد انه هذا الشيء ممكن له دلاله وله علاقه مع الشيء اللي انت حددته، مع الكود او مع الترميز اللي انت كتبته، بيعطيك هنا يعني على الجهه اليمين كمثال او على توضيح فيما يتعلق بانه ليش اختار هذا الشيء. فمنه ما اختاره عبث، كان في سبب معين من اختاره. طبعا زي ما حكيت، اللي هو الميمو، هي بتحدد الميمو بتحدد اذا كان صحه الكلام، صحه الكود او صحه الترميز. في نفس الوقت اذا كنت انت مثلا الاسم الرئيسي في للكود بيأثر كثير على الترميز فيما بعد. في خواص أخرى بدي أحكي عنها اليوم، أتمنى أنه حتى الآن يكون شيء واضح وسلس. لو في شيء مش واضح، يعني لطف، يعني يا ريت تبعثونا في الشات، في إذا في أي أسئلة ممكن تبعثوها على question and answers. هلا على سبيل المثال، في هذه الفقرة اشتغلنا عليها كثير، لسنا على تان. هلا كان بنحكي في نفس الشيء، بيحكي عن توازن الحياه العمليه والصحه العام. فبيحكي عن روتينه اليومي. فانا في الروتين اليومي، انا الفقره اللي بالنسبه لي طويله كثير، وانا حابب انه يعني اكون يعني اقصر بالنسبه لي، يعني اكون سلسه اكثر في التلخيص. فممكن نلخص بشيء اقل، تضغط عليها واي اي اسيست من جديد، وفي بيطلع خيار جديد اسمه Paraphrase Selected Text، اللي هو تلخيص. تضغط عليه تطلع النافذة الجديدة هذه، أكيد إياها باللغة العربية. وهيك في ثواني بيكون لخصناها في أقل من 150 كاركتر، اللي هو هذا. بدل ما نقرأ الفقرة الكبيرة، نقرأ فقرة أصغر. طبعا ممكن انت تعمل هذا البارافريزنج، ممكن انت تعملها يعني اكثر من فقره. لسه خلينا نعمل مثلا، تمام، من جديد بارافريز، قلنا اياه باللغة العربية، نعمل اوكي، وهيك بيكون عندنا بس 3 فقرات، 4 فقرات، اكثر من يعني من 511 كاركتر. يعني انه ابسط بالنسبة لنا انه نقرأه، ولكن اكيد ما بنعتمد عليه بشكل نهائي. ولما نضغط اوكي، بيظهر على الجانب المحادثة، فإنك ممكن ترجع تتأكد من الكلام اللي أنت كتبته أو قرأته. هذه الخيار الآخر، هلا في بعض الأحيان ممكن إحنا يعني بنتعامل مع محتوى صعب الواحد يفهمه، أو له أكثر معنى. وعارفين اللغة العربية فيها معاني، في كل كلمة معينة أو سطر معين له معاني كثيرة. ولكن أنت في مش لازم تروح على أي مصادر أخرى إنك تحاول إنك تفهم الشيء. ممكن إنك تحدد الشيء هذا، مثلا مدى مرونة جدولك اليومي. على سبيل المثال، مش في ناس كثير يعني بتحب تتعلم اللغة العربية بشكل حديث، ما عندهم فكرة ما معنى كلمة مرونة، أو يكون أكثر من معنى. ففعليا
ايش بتحدد مثلا مدى، هذا على سبيل المثال طبعا، كلنا بنعرف شو معنى مرونه الجدول اليومي اعتقد. فبتحدد الفقره هذه او السطر هذا او الكلمه هذه بالضغط على الجهه اليمين بالماوس، في شيء اسمه explain self text. طبعا اعتقد بعض الاشياء مش ظاهره بالفيديو هون، حضرت لكم يعني هاند اوتس ممكن تلاقوها من الموقع او من موقع ماكس دايز من صفحه البرنامج، او حتى من المحادثه من هون في الهاند اوتس ممكن تنزلوها مكتوبه بالشرح باللغه العربيه بشكل شافي ووافي. فبتعمل explain selected text، فاكيد حيسالني باي لغه بدك اياه التلخيص، طب ممكن تحطه باللغه الانجليزيه اي لغه ثانيه، وبنعمل اوكي. واعطاني اياه كالتالي: ما مدى مرونة الجدول في يومي، وتعبيره شيء لخط مدى قدرة الشخص على تعديله وتركيب جدول يومي الى اخره. فهذا بالنسبة يعني بيسهل عملية يعني بنشتغل مع مقابلات او مع محتوى من عن طريق الانترنت وما الى ذلك. في اشياء كثير ممكن احنا ما عندنا خلفية كاملة تماما عن شو الشخص هذا بيقصد. ف explanation اللي هو يعني توضيح عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن بيساعدنا كثير في الشيء هذا، وهذا شيء مهم كثير. ليش؟ لانه هلا انا ممكن اخذ ما مدى مرور الجدول اليومي، الفقره هذه كلها تمام، هعملها نسخ وراح اخذها على انه نحكي عن المرونه تمام. فهلا انا بدي اخذ هنا بس بدي كود واحد، او حتى ما بدي كود تمام، انا هلا راح احدد الفقره كلها، راح اجي على اضافه كود وذ نيو كود، راح اكتب هنا مرونة الجدول اليومي تمام. في الكود ديمو راح اعمل نسخ لصق للي اخذته من قبل فتره من الاي ار اكسبلانيشن تمام، راح نعمل اوكي. هلا فعليا انا عندي كود اسمه مرونة الجدول اليومي، هل بدوره على مرونة الجدول اليومي وبدي اطلب منه يعمل لي اياه اي اي كودينج اللي هو الخاصيه الجديده في ماكس كوادر، وراح نلاقي انه انا خلاص انه انا ما مدى مرونة جدولك اليومي. فالشيء في عنا شيء محدد، هو هاي بده يعني يوجد اشياء تتعلق بالجدول اليومي وقابلية تغييره وتعديله وتبديله وكيف الانسان ممكن يتكيف مع الشيء هذا. فاحنا حنعمل اوكي، واعتقد انه يكون في فقرة أكثر، يعني أكثر من فقرة واحدة تتحدث عن يعني مرونة الجدول اليومي للشخص اللي إحنا بنعمل المقابلة معه. لا شيء شيء واحد. طبعا انا ممكن ما اضيف شيء للكود او للتلميذ، اسيبه ما بدون تلميذ في النص الاساسي، ولكن اعطي له اللي هو الكود ميمو يعني التوضيح، واخليه يبحث بشكل كامل في الملف عن اشياء معينه. طبعا زي ما حكيت في الاول، كل ما كنت دقيق في التوضيح تبعك كل ما كان الشيء مساعد كثير. في خص فكينا عن كلهم اعتقد، في كم نقطة قبل ما نطلع على الأسئلة. الشيء اللي بدي احكي فيه هلا، في الكول سيستم ممكن احنا حكينا ممكن تعمل دردشة مع المستند بشكل كامل، ولكن في نفس الوقت ممكن تعمل محادثة مع جزء معين من يعني من كود، مع كود معين أو مع تلميذ معين. فمن هنا ممكن نحكي AI assist chat with coded segment. okay sorry فلازم يكون عشان تعمل الشات مع دوكيمنت مع
شيء أكبر لازم يكون النص كبير شوية، يعني أكثر يكون أكثر من 1000 كاركتر. بذلك ممكنك تعمل المحادثة، ولكن هلا ما اوكي يا هير وي جو ليتس شات. اوكي هلا متذكرين لما احنا عملنا تلخيص لنقطتين معينات؟ راح ارجع افرجيكم التلخيص اللي عملناه. هلا احنا لخصنا المقطعين هذول او الفقرتين هذول، لخصناهم عملنا لهم تلخيص عن طريق paraphrasing. هلا بدي اتعامل معهم، بدي يعني بدي احكيهم، بدي استكشفهم بشكل اكثر موضوعية او بشكل يعني دقيق. فبنيجي على الكود هنا بالشخص، بتضغط بالزر اليمين على البند المعين، وبنروح بـ AI Assist تشيك جوجل سيجمنتس، وراح تطلع عندنا الشيء هذا. هلا هذا ممكن تسأل شيء شو ما بدك، يعني ممكن تحكي عش هو لي عن شو يحكي الكود. طبعا انا هنا بحكي بلغة عامية جدا، فهل هو تمام؟ فبيعطيني الإجابة باللغة العربية الفصحى. هلا فعليا احنا شرحنا معظم الأشياء. بدي أروح على الـ questions and answers، إذا في أي أسئلة هناك ممكن تطرحوها. هلا راح جاوب الأسئلة. عين الأرشيف الذي يحتفظ بالمحادثة مع AI. فعليا عشان تشوف الأرشيف بما يتعلق بالمحادثات الموجودة اللي أنت يعني قمت بها، ممكن تروح على المقابلة أو على المقابلة اللي أنت اشتغلت عليها، بالضغط بالزر اليمين على الـ AI Assist Chat with Document or like with this document. راح تطلع عندك الخانة الجديدة هون. في هنا جنب المقابلة جنب الاسم في زي دولاب صغير ممكن تضغط عليه، فبتشوف المقابلات اللي انت اشتغلت عليهم فيها. اتمنى يكون هذا اجاب سؤالك سلوى. المتروح هو 5000 كيلو، ما في اعتقد يعني اعتقد واعتقد سناء راح تجيب يعني تجاوبنا بشكل اكثر فعاليه على السؤال هذا. اعتقد ما في ماكس ليميت لما يكون بريميوم. اي صح نعم صح الدفعة الـ AI Premium ما في maximum limit. شكرا في سنة. السؤال الثالث لسلوى، هل ممكن يكون المستند المقروء صورة أم يشترط أن يكون للتعامل معه في المات PDF؟ ممكن يكون PDF، ممكن تجيبه يعني مواقع يعني موقع من الإنترنت أو صفحة من الإنترنت وحابين يعني حابة تشتغلي معها، ما فيها مشكلة. ممكن يعني تعملي تحليل للشيء هذا. حتى ملفات البي دي اف في ماكسيك واي دي الشغل فيهم سلس جدا، وبيتحول الملف تلقائي كملف كانه ك يعني مايكروسوفت اوفيس. فممكن انك تختاري الفقرات والكلمات بشكل سلس جدا، ما يعني ما بيتواجه اي مشاكل. اعتقد ما في اسئله، ممكن حتى لو كان صورة ما في أي مشكلة. بيتم استعمال يعني الترميز أو قراءة، يعني ماكس كويد بيقرأ جميع أنواع الملفات. ممكن يكون فيديو، ممكن يكون صورة، ممكن يكون تويتس فروم تويتر، ممكن يكون يوتيوب فيديوز، ممكن تكون يعني في قائمة الإمبورت سيستم في الخانة موجود جميع الأنواع اللي ممكن نستعملها أو يعني نضيفها على ماكس كويد علشان نقدر إنه إحنا نحللها.
ما في أسئلة تانية؟ أعتقد ما في أسئلة أخرى. طريقة نقل الملف الصوتي للمقابلة على البرنامج إلى نص مكتوب. طبعا هنا أكيد اللي هو الـ AI Transcription اللي هو النسخ التلقائي. فعليا لما بتحط مثلا ترفع ملف صوتي لماكسيك واي داي راح يكون في الدوكيمنت سيستم اكيد. من هناك ممكن تضغط عليه في اي اي اسيست، الخانه موجوده ويكون مكتوب اي اي ترانسكريبشن باللغه الانجليزيه. بالضغط هناك معك بشكل مجاني 60 دقيقه على ما اتذكر، بشكل مجاني. وممكن بعد 60 دقيقه انك يعني تحصل بشكل مدفوع الاجر يعني دقائق دقائق أخرى. يوجد للغة العربية ويوجد لكل اللغات، ونسبة نسبة الدقة في اللغة وفي اللهجة حتى يعني ما واجهت أي مشاكل لحتى اللحظة.